يا بعض الامور طبعا لما اتكلم فيها اشياء طبيه او اشياء مثلا في الاصابات من الاصابات هذا شيء يحتاج تخصص طبعا تعمق فيه، يحتاج تكلم شخص مختص فيه بطريقة يعني هذه الشخصيه هذه وظيفته، لكن امور زي ما قلنا سطحيه تحتاج ممارسه، الشخص شاف شيء بعينه يعرف انه صح اكيد ما راح يقتنع بغيره لين يشوف شيء افضل او يقتنع بالفعل طبيا انه في خطا. لكن في شيء متعارف في اعطاء الدود ان الحصان لما يعطى ابره الدود معجون العصار او حتى الدود السائل اللي في المويه او البودرة اللي في المويه يصومون الحصان، صوم الحصان. طبعا الواقع ان الحصان عاده لما تعطي ابره الدود اللي بتقتله شيء في بطن الحصان معدته، اذا كان ما اكل الحصان اكل واجد ثم اعطيت المفعول الدود الاكل يضيع مفعول الدواء، زين لما تاكل بعض الادويه اغلب الادويه مثلا بعد الاكل قبل الطعام بعد الطعام بطنك فاضي الى اخره، فطبيعي ما تعطي الحصان بعد اكل مباشر لان مفعول الدواء بيروح مع الاكل، فطبيعي انك تعطي الحصان الابره معجون او البودره الى اخره والحصان لفتره ما اكل ساعه ساعتين نص ساعه ثلاث ساعات الى اخره، وبعدها مفترض انك على طول عشان ما يروح المفعول نقعد شوي. يكون ما انك تصوم الحصان، بعض الناس يقول تصوم الحصان يقتل ساعات، يقوم الشخص يسمع منها تصوم الحصان يخلي الحصان يوم كامل ما اكل عشان يبرد الدود. بالعكس اذا مفعول سيء انت اعطيت الحين المفعول القوي ذا اللي بيقتل الجراثيم بطن الحصان حطيته وقعدت الحصان كان ساعات جوعان وبيقعد ساعات جوعان بيلعب بطنه لعب، الهدف انه يقتل الدود ومن يتعب الحصان زياده. فالمقصد بحدود قبل الابره وبعدها او قبل المعجون وبعده يكون بطنه مو مره مليان، مو بتصوم لي حصان اسبوع ثم تقول لي والله عشان اقتل الدود، عمري ما ذبحته بده جوع الحصان عشان ذبح الدود مو منطق. فهذا ينطبق على اشياء اخرى زي المغص والحصر لما نقول وقت ابليس وقفة إبليس حقت بركان للشيء يتحرك للشيء، فطبق الشيء هذا على شوف معني بروح قد بروح يساعد شفت بعرف وش خايف منه وش اللي موقفه وقفة إبليس بروح هالشيء ما أدري شو بس بروح من أبليس. طبق الشيء ده على شيء أخرى مثلاً لا تأكل الحصان قبل الأكل الركوب، لا تأكل بعد الركوب ومش دعوة تخلي يوم كامل ما كلا يعني كم ساعة عشان يهضم زين قبل الأكل وعشان تركب بعد تأكل بعد الأكل ما يكون تعبان أو ساخن أو مجهد وقت عدالك. فالفكرة الأساسية مرتبطة بموضوع بسيط جدا ما يبغى هاي اللي خايف منها يعني وقفة إبليس كانت أصلا قدامها أساسا. بينه وبين العقب يعني بينه وبينها 200 متر أو 500 متر أو يعني هذي عندك خياس تبدأ بينه وبينها مسافة بعيدة واقفين وقد اشرح ثم فجأة بدون اي مقدمات وقف وقفة إبليس من كثر الخوف بدي يتحرك باتجاهها يدلك ان الكفر يدلك ان الموضوع قلق اجابة الفاشل خوف الخيل يختلف من حصان لحصان وضع الوضع الى اخره. فلما تكون طريقة ركوبك مبنية على انه لا يخاف عشان تتحكم فيه اذا خاف حاسك تاكلها يعني مثلا وقت بيخاف من شيء معين، لكن لما تكون طريقة ركوب مبنية على اني خفت ولا ما خفت بتحكم فيك ماشي لهمك بتخاف بالعكس ادور الشيء اللي تخاف منه واوديك له يعني ضامن اني بتحكم فيك. فقس موضوع الدود ذي على الأشياء الأخرى، في أشياء معينة لها فكرة معينة فهمها لكن لا تحفظها وتطبقها بشكل مبالغ فيه لأن شرحها مبحر فيه بقدر ما أنك فكرة وبتخلي لي حصان يقعد ساعات جوعان عشان تقتل الدود اللي ببطنه والواقع أن المقصد فقط كم ساعة أو كم حتى بعض الحالات بعض الدود البودرة أو مثلا الساعين دقائق فقط 45 دقيقة قبل أو مثلا ساعة ونص ساعتين كافي. طبعا الصح اللي مفروض تسويه شو أصلا الحصان ما راح يطول طول اليوم، الاشياء اللي تخليه عنده طول اليوم اشياء خفيفه زي التبن او الردس فقط، لكن الاشياء الاساسيه زي البرسيم او الشعيره واللاكات الاساسيه صباح وليل ما بينها خلينا نقول 6 7 ساعات انت تعطيه الوجبه الاساسيه الصباح ثم ما اكل وجبه اساسيه حقيقيه ثانيه للعصر او المغرب قبل الشغل قبل الركوب، فطول اليوم ما ياكل شيء او بس فقط رودس وغيره. فتبدا مثلا تقطع الرودس مؤقتا كم ساعه ثم ترجعه والاكل الاساسي ما راح ياكل، فالوقت اللي اصلا ما راح ياكل اصلا فيه اكل كذا ولا كذا اعطى فيه المعجون وانتهينا. اما تصومني الحصان وتشيل وجبه الفطور وتشيل وجبه العشاء وبالنهايه تتوقع انك ذبحت الدود ولا الدود ما دراك